بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سوف أتحدث عن How to show camera in Python Tekinter، أي كيف يمكن عرض إطارات الكاميرا داخل نافذة Python Tekinter، أي الواجهة الرسومية. قبل البدء في كتابة الكود بنفتح نافذة التيرمينال وبنكتب الأمر التالي: pip install pelo، وبنضغط مفتاح الإدخال Enter لكي يقوم بتثبيت المكتبة. أعطانا هنا رسالة requirement already satisfied، أي أن هذه المكتبة تم تثبيتها قبل ذلك. بنغلق نافذة تيرمينال وبنبدأ في كتابة الكود. نكتب import tekinter stk، import cv2 أي computer vision 2، و from pelo import image tk، وبعدها بننشئ متغير ويندو بيكون من نوع تيكي من مكتبة تيكنتر، أي النافذة الأساسية التي سنعرض عليها الأدوات الخاصة بعرض الكاميرا، وهو مجرد ليبل فقط. وبعدها بنحدد هنا أبعاد هذه النافذة، فبنكتب window.geometry وبنحدد هنا الويت 400 والهايت 300. بننشئ متغير اسمه فريم بيساوي تيكي، بيكون من نوع فريم من داخل مكتبة تيكنتر، وبنحدد موضع ظهور هذا الفريم على الويندو. بعدها بنكتب فريم دوت باك، يعني ثبت هذا الفريم على نافذة ويندو. بعدها ننشئ متغير اسمه ليبل، بيكون من نوع ليبل من مكتبة تيكنتر، وهذا الليبل سنضع عليه الفريم، ويكون العرض هنا الويتس 200 والهايت هنا 200. بعدها بنثبت أداة ليبل على النافذة، فبنكتب هنا ليبل دوت باك. بننشئ متغير اسمه كاب، وهو اختصار لكابتشر، وهذا المتغير سوف يأخذ الستريم الذي سيأتي من الكاميرا، فبنستخدم هنا المكتبة computer vision 2.video capture، وطبعا بنكتب هنا الاندكس الخاص بالكاميرا، فمكتوب هنا الاندكس 0 أي الكاميرا المثبتة على النظام رقم 1. أما لو كان عندك أكثر من كاميرا فبتكتب الاندكس الخاص هنا بالكاميرا. الكاميرا الثانية سيكون الاندكس الخاص بها 1، أما الكاميرا الثالثة سيكون الاندكس الخاص بها 2. بعدها هنا بننشئ دالة define هنا update frame، يعني حدث الفريم. طبعا سنكتب بداخلها الأوامر التي تقوم بتحديث الفريمات التي تأتي من الكاميرا باستمرار، فبنكتب هنا ريت أي الريتيرن، وطبعا الريتيرن هنا سيستقبل قيمة يا إما ترو يا إما فولس. طبعا هذا هو المتغير الأولاني ريتيرن، وبنختصر هنا بريت. والمتغير الثاني أيضا فريم، وهو الفريم الذي سيأتي من الكاميرا، وطبعا اللي بيأتي من الستريم الخاص بالكاميرا اللي أنا التقطتها في الأمر السابق من خلال المتغير كابتشر. طبعا المتغير كابتشر هنا بجعله يقرأ الستريم الذي يأتي من الكاميرا، فبنكتب دوت ريد. طبعا هنا سيعود بقيمتين، سوف يتم إسناد هذه القيم داخل متغيرين، المتغير ريت، وطبعا الكابتشر هنا سيعطي للمتغير ريت قيمة بولين، يا إما قيمة ترو يا إما قيمة فولس. بمعنى لو كان هناك التقاط من الكاميرا صورة آتية من الكاميرا ستكون قيمة المتغير ريت أي ريتيرن ترو، وإن لم يكن هناك أي التقاط من الكاميرا، أي ليس هناك صورة آتية أو فريم يأتي من الكاميرا، ستكون قيمة ريتيرن هي فولس. طبعا سيتم إسناد الصورة نفسها كمصفوفة كماتريكس داخل المتغير فريم. بنقول افرت، يعني لو وجدت هذه القيمة ترو، أي أن هناك صورة تأتي من الستريم الخاص بالكاميرا، في هذه الحالة بنكتب فريم أي متغير الإطار أي الصورة يساوي computer vision 2.resize، وهنا بنستخدم resize كميثود لنقوم بتحديد الصورة أو تحديد الفريم بأبعاد محددة، فبنكتب هنا الدايمينجنز 200 و200 على المتغير فريم أي الصورة التي تأتي من الكاميرا، فبنحدد هنا أبعادها 200 و200 بما يتناسب مع الليبل، لأن أنا بعرض الفريم الذي يأتي من الكاميرا داخل هذا الليبل، وطبعا حددت الليبل هنا أبعاده الويتس 200 والهايت 200، فأيضا بحدد الفريم بأبعاد تتناسب مع أبعاد الليبل، لأن أنا بعرض الفريم الذي يأتي من الكاميرا داخل هذا الليبل. بعدها نكتب متغير image يساوي computer vision 2.convert color، بنحول اللون الذي يأتي من داخل هذا الفريم
من البي جي ار تو ار جي بي. فبنكتب هنا الفريم الذي سنحدث عليه هذا التغيير في النظام اللوني، وبعدها بنستخدم كمبيوتر فيجن 2 كلر بي جي ار تو ار جي بي، وبعدها هنا بنكتب ايمج يساوي ايمج، وطبعا بنستخدم الايمج الذي ياتي من مكتبه بيلو، فان احنا نلتقط الصوره في الاري من مصفوفتها الاصليه الايمج ونضعها داخل متغير ايمج مره اخرى، وبعدها بنكتب المتغير ايمج تي كي، وهذا المتغير سوف نستخدمه لان نجعل الصوره تتوافق مع مكتبه تيكنتر او الواجهه الرسوميه. فبنكتب ايمج تي كي دوت فوتو ايمج يساوي هنا الايمج المتغير الاصلي. طبعا كتبت هنا ايمج وبنحدد له هنا الصوره بتساوي ايمج، اي الصوره المخزنه داخل المتغير ايمج. بنكتب ليبل دوت ايمج تي كي بيساوي ايمج تي كي، اي الصوره التي سيتم عرضها داخل هذا الليبل داخل هذا الملصق. بنحدد الصوره هنا دوت ايمج تي كي بتساوي الايمج تي كي. بعدها بنكتب ليبل دوت كونفيجر يعني قم بتهيئه الايمج بيساوي الايمج تي كي. بعدها هنا بنكتب ويندو دوت افتر 10 بعد 10 وحدات من الثانيه update frame يعني حدث الفريم، يعني يقوم باستدعاء هذه الدالة مرة أخرى. هنا طبعا بعمل ريكرجن هنا يعني إعادة الدوران باستمرار طوال ما الستريم شغال. بعدها هنا بنقوم باستدعاء update frame، طبعا بيقوم باستدعائه بمجرد كتبت هذه الدالة بيقوم باستدعاء مرة واحدة، لكن هذه الدالة بتقوم بعد كده باستدعاء نفسها مرة أخرى من داخل نفسها. بعدها بنكتب window dot min loop يعني قم بعمل حلقة تكرارية مستمرة لعرض النافذة الأساسية ويندو من مكتبة تيكنتر باستمرار على الديسكتوب، وهنا هذه الدالة بتساعدنا في تثبيت هذه النافذة باستمرار. بعدها نجرب هذا الكود بنضغط على Run. طبعا هنا عرض نافذة تيكنتر الويندو الأساسية، وكتب هنا TK كتايتل يعني من عنده كده افتراضي، ووضع هنا أيقونة افتراضية، ونجد هنا الصورة التي يلتقطها من الكاميرا عرضها داخل الليبل، وطبعا أبعاد الليبل ده 200 في 200 200 في الويتس و 200 في الهايت. طبعا ممكن تحدد أو تعمل ريسايزنج للأبعاد كلها وفي أي مكان. طبعا دي كانت مجرد كود بسيط جدا في كيف نعرض الفريمات التي تأتي من الكاميرا داخل مكتبة تيكنتر، تمهيدا لحلقة قادمة إن شاء الله، وهي حلقة مهمة كيف نعرض كاميرا في نافذة تيكنتر وكيف نستخدمها في قاعدة البيانات في عمل دفتر حضور وانصراف للعاملين داخل مؤسسة أو أي جهاز إداري أو في مدرسة. ممكن إن أنا أثبت الكاميرا على البوابة الرئيسية في ان انا اعرف الطلبة اللي دخلت المدرسة واللي خرجت بالاسم مع تحديد الهوية، يعني اعمل نظام حضور وانصراف للعاملين او للطلاب داخل مؤسسة او داخل جامعة او في اي مكان، فان انا اعرف مين اللي داخل المكان اسمه وهويته باستخدام الكاميرا وقواعد البيانات. وهنا ان شاء الله هيكون مشروع المرة القادمة في كيف استخدم الكمبيوتر فيجن أو أوبن سي في أربطها مع قواعد البيانات مع الواجهة الرسومية إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.